السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إخواني أخواتي. في هذا الفيديو حبيت نتكلم لكم على ميزة تحقيق الربح من الفيديوهات القصيرة أو ما يطلق عليها اسم شورت. هذه الفيديوهات القصيرة كيف ما كتعرفوا مثل منصات كثيرة مثل تيك توك أو الانستغرام أو الستوري في فيسبوك، ايضا رجعت اليوتيوب الا تنزل الميزه ديال الفيديو القصير لما لها واحد تجربه شخصيه من اسباب انها رفعت لي نسبه المشاهده وعدد المتابعين في قناتي. الان اصبح تحقيق الربح من ميزه ديال الفيديوهات القصيره، ولكن اخواني اخواتي بغيت نعطيكم واحد النقطه مهمه. راه ضروري تكون عندك الاهليه، منها انك تكون فوق سن 18، منها تكون انك قناتك ماشي مخصصه للاطفال باش تستافد من الميزه ديال الفيديوهات القصيره. غادي نشرح لكم الدول اللي معنيه وشنو هي الطريقه باش تربح يعني ديك القيمه الماليه اللي هي تقريبا فوق $100,000 اللي حطتها شركه اليوتيوب، وهي عباره عن منحه ابتداء من $100 حتى $10. كيفاش غادي تنزل الفيديوهات القصيره وكيفاش غادي تستافد في هذا الفيديو اخواني اخواتي، تابعوا حتى الاخر. غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل كل مراحل كيفية عمل فيديو قصير وشنو هما الشروط والأهلية اللي غادي تخولك أنك تشارك في هاد يعني الربح المادي، سواء كانت قناتك مفعلة وتحقيق فيها الربح أو غير مفعلة. يعني غير هناك شروط إخواني أخواتي، غادي تتابعوا معايا في هاد الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا لايك وتبارطاجيوها لكل الأصدقاء ديالكم اللي تعاون الفائدة. يلا سوا نبداو الفيديو بطبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. هذا واحد دليل مبسط فيما يخص كل شيء يتعلق بيوتيوب شورت. يعني هذا الدليل متكون من 20 صفحة، كيشرح لكم كيفاش تستعملوا. غادي نخلي لكم الرابط اللي كيدي لكم مباشرة وتقراوه إن شاء الله، وغادي يعطيكم بعض المعلومات كيفية التصوير وراه غادي يفيدكم كيف ما كتلاحظون. يعني غادي نعطيكم طريقة كيفاش تحملوا الفيديوهات، وانا غادي نشرح لكم على المباشر اخواني اخواتي كيفاش تنزلوا الفيديو القصيرة وكيفاش تستفدوا منها. وغادي نخليكم في صندوق الوصف يعني تحميل الملف PDF وتشوفوا كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. كندخلوا باش اول شيء نديروا فيديو قصير، كندخلوا نضغطوا على زائد، كنديرو كري ان شورت كيما كتشوفوا اخواتي. كندخلو نضغطو على الكاميرا، كنصور الفيديو اللي حبينا نزلو على القناة اخواني اخواتي. كيف ما كتعرفوا ان الفيديو من 15 ثانية حتى دقيقة. كنضغطو على تصوير الفيديو، كنصور اخواني الفيديو ديالنا عادي، كنديرو يعني داك الفيديو اللي غادي يحقو الارباح. يعني لازم تكون فيديو اصلية خاصة بك. كيف ما كتشوف اخوان انا كنصور الفيديو، من بعد من نهاية ديال الفيديو تقدر انك تضيف عليه يعني كتابات، تضيف عليهم ايموجي، تضيف عليهم يعني من اصوات يعني اي شيء تريدون. هناك يعني ملفات صوتية كثيرة جدا. ركزوا اخواني يعني الربح في التطبيق او الفيديوهات القصيره بالنسبه للقنوات المفعله او الغير مفعله، كما قلت لكم اخواني لازم تكون فيديوهات اصليه. ممكن تضيف يعني مؤثرات، فلاتر، يعني اشياء كثيره وانت والابداع ديالك اخي اختي يعني، وتنشر الفيديو. يعني هناك منصه كبيره يوتيوب كيدعم اغاني اصليه كثيره ليس عليها حقوق الطبع والنشر، تختاروا غير اغنيه اللي كتناسبكم تقوم بكتابة وتعملوا يعني نشر الفيديو. تكتبوا مثلا العنوان ديال الفيديو فيديو شورت يعني مثلا هكا، وسوف اقوم بنشره انا على البرايفت. لا اريد نشره يعني في قناتي، يعني حين اقوم بعمل فيديو قصير سوف اقوم بنشره. انتم تقومون بعمل يعني عام الفيديو، وهكذا كما تلاحظون هذه بعض الفيديوهات وهنا القصيره كما تلاحظون الفيديوهات القصيره خاصتي، يعني هي فيديوهات اصليه وتعود لكم بالنفع ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي. اليوم غادي نتكلم في موضوع ديال صندوق يوتيوب شورت المالي،
وشكون هما الناس اللي غادي يستافدوا منهم، وشنو هما الشروط والاهليه. تبلغ قيمه صندوق يوتيوب شورت المالي 100 مليون دولار امريكي، وهو مخصص لمكافاه منشئي المحتوى على تفانيهم في انتاج فيديوهات شورت ابداعيه واصليه. وذكر ابداعيه يعني ليست محمله من منصه ثانيه، تسلي منتدى يوتيوب. وسنتواصل كل شهر مع الاف منشئي المحتوى لاخبارهم بانهم مؤهلون للحصول على مكافاه شورت من صندوق المالي. شنو هما الفئات اللي ما غاديش تكون مؤهله انها تستفد من يوتيوب شورت المالي؟ يعني اصحاب القنوات اللي عندها يجب ان يكون بعد اول شيء اللي مؤهله، اخواني اخواتي اعتذر، اللي مؤهله يجب ان يكون قد تم تحميل فيديو شورت مؤهل واحده على الاقل خلال اخر 180 يوم. ونمشيو القنوات اللي ما غاديش تستافد يعني في الصندوق المالي ديال الشورت، هي مثل يعني ستوريات او الواتساب اللي كتضم معلومات مائيه او شعارات من منصات التواصل الاجتماعي التابعه لجهات خارجيه كحال تيك توك، انستغرام، لايكي يعني، او مقاطع غير معده من افلام وبرامج تلفزيونيه او فيديوهات تمت اعاده تحميلها، يعني محتوى مكرر. يعني خص يكونوا اخواني اخواتي الفيديوهات اصليه، يعني انك تظهر امام الكاميرا، يعني لا تقولي لي سوف اقوم بالربح بدون ظهور امام الكاميرا. طيب على العموم اخواني اخواتي، البلدان العربيه اللي معنيه هي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الاردن، الكويت، لبنان، المغرب، المملكه العربيه السعوديه، هما الدول العربيه، والامارات العربيه المتحده هي الدول العربيه المعنيه من تحقيق الربح المادي من الفيديوهات القصيره. وشنو هما يعني الاشخاص اللي ممكنش انهم يفعلوا ميزه ديال تحقيق الربح من الفيديوهات القصيره؟ يعني يجب ان يبلغ منشئ المحتوى من عمر 13 عام واكثر، يعني من قبل 13 عام ما غاديش يستافد. ولا كان المحتوى المنشئ قل من 13 عام يجب ان يكون له وصي، يعني الوالد او الوالده اللي كيوقع على البنو باش يدير حساب انصص، لان الربح المالي ديال الفيديوهات القصيره يعني لن ياتيك الى يعني تلقائيا مثل ارباح على الاشارات في اليوتيوب، سوف تكون لها منحه. القيمة الأرباح إخواني أخواتي، القيمة يعني ديال المكافأة اللي غادي تربحو، يمكن أن تحصل القنوات المؤهلة على مبلغ احترامي بأن 100 دولار إلى 10,000 دولار شهريا، وتتم تعديل المكافأة بناء على موقع الجمهور المنشئ المحتوى. نتيجة ذلك تخسر نسبة المشاهدة والتفاعل المطلوبة للحصول على مكافأة في منشئ المحتوى، وسيتم دفع المكافآت إلى حساب أدسس المرتبط بقناتك. وقبل تلقي الدفع يتم اقتطاع الضريبة والتأكد من التزام بسياسة الأدسس. كيف ما شفتوا إخواني أخواتي، هادو هما حنا هضرنا شنيا اللي الأهلية وشنو هما يعني الأمور اللي كتخليك أنك تحقق ربح من الصندوق المالي اللي فوق 100 مليون دولار أمريكي الموجه لصناع المحتوى يعني الأصليين والمبدعين. والدول العربية اللي ذكرت لكم اللي يعني ربما لم ألاحظ هنا بعض الدول العربية مثل تونس، ليبيا، اليمن، السودان، يعني هناك فقط على ما أظن 10 دول عربية التي لديها ميزة دخل من الفيديوهات القصيرة. وأكيد حينما تكون صانع محتوى أو صانعة محتوى جيدة سوف فريق اليوتيوب يبعثك رسالة عن حسابك في الجمل كيف تسحب أموالك. ومن بعد إخواني سوف أقوم بوضع لكم فيديو يعني موضح كيفية عمل فيديو قصير عن طريق جهاز الأندرويد الخاص بك.